بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في الموضوع الماضي بعض معالم الثقافة الإسلامية. في هذه الليلة بإذن الله تعالى نكمل هذه المعالم، أو بالتعبير الأدق بعض هذه المعالم. المعلم الرابع من معالم الثقافة الإسلامية أنها تسخر جميع السبل المشروعة للتمكن في النفوس، وتترك السبل غير المشروعة. في الإسلام لا يوجد قانون بأن الغاية تبرر الوسيلة، وإنما الوسيلة يجب أن تكون مشروعة للغاية المشروعة. فحينما نأتي إلى القيم الإسلامية والعادات التي أرساها الإسلام، نجد أن الإسلام حاول أن يستفيد من جميع السبل بشرط كونها مشروعة، لا تعارض قيمة من القيم، لأنه لا يعقل نشر قيمة من القيم عبر القضاء على قيمة أخرى. لا يمكن كما يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أن ننشر العدل بالجور، يعني نريد أن ننشر العدل في صفوف المجتمع عبر أن نظلم بعض أفراد المجتمع. فبعض الثقافات لا تسخر جميع السبل المشروعة، والبعض الآخر يسخر سبلاً بعضها غير مشروعة. الإسلام يسخر جميع السبل ولكن بشرط أن تكون مشروعة. مثلاً، فمثال بسيط نمثل ونترك بقية البحث حينما نتكلم عن الشعائر الإسلامية بشكل عام. مثلاً هناك حالات طوارئ، نمثل مثال لحالات الطوارئ، مثلا الزلزال قد يصيب مدينة من المدن زلزال شديد أو خفيف. في هذه الحالة التي هي حالة طوارئ، نجد أن الإسلام استثمر هذه الحالة لأجل تذكير الناس بالله عز وجل، لأجل ربط الناس بالله عز وجل وبالقيم التي أرادها الله سبحانه وتعالى عبر صلاة الآيات، وهو أمر واجب، وكذلك عبر استحباب الدعاء والتوجه إلى الله عز وجل والتضرع إليه. فهذا الوقت وهو وقت طوارئ، حتى في هذا الوقت الإسلام لا يترك الإنسان. لذا أمس ذكرنا أنه من معالم الثقافة الإسلامية أنها مرتبطة بجميع جوانب الحياة. لهذا حينما تراجع أي قضية من القضايا
تشوف فيها حكم شرعي موجود، إما واجب أو مستحب أو حرام أو مكروه. فعلى كل حال، فجميع السبل تسخر لأجل أن تتمكن هذه الثقافة وهذه القيم من النفوس. المعلم الآخر، المعلم الخامس من معالم الثقافة الإسلامية، أن هذه الثقافة تشبع الحاجات المعنوية والنفسية للإنسان، لأن الإنسان جسد وروح. الجسد بحاجة إلى الطعام، إذا الإنسان لم يجد طعاماً صحياً سليماً ماذا يفعل؟ يأكل الطعام غير السليم غير الصحي. الإنسان الذي هو عطشان، إذا كان في مفازة في صحراء وكان عطشان وجد ماء، حتى إذا هذا الماء ما كان ماء صحي، يشرب ذلك الماء ليروي عطشه. هذا بالنسبة إلى الجسم. روح الإنسان كذلك، روح الإنسان بحاجة إلى غذاء معنوي. كثير من الثقافات لا تلبي الحاجة الروحية النفسية للإنسان، ولذا تجد هناك ثقافات قد تكون متطورة تطوراً مادياً، ولكن شعوب تلك المناطق التي تحمل هذه الثقافات تجد الأمراض النفسية منتشرة فيها. قبل سنوات رئيس جمهورية أمريكا السابق نيكسون كتب كتاباً باسم أمريكا والفرصة التاريخية. في هذا الكتاب يتطرق إلى أنه بعد سقوط الاتحاد السوفيتي هناك فرصة تاريخية لأمريكا، ويذكر تفاصيل، ثم يأتي إلى نقاط ضعف المجتمع الأمريكي، ومن نقاط الضعف يقول إن كثيراً من شباب المجتمع الأمريكي يقدره 20 مليون إنسان. هؤلاء يعيشون فراغاً روحياً، لأن الثقافة الأمريكية تغذيهم من الجانب المادي فقط، ولا يوجد هناك تغذية في الجانب المعنوي. وإذا توجد تغذية في الجانب المعنوي فإنما هو أمر لا يعتبر أصلياً في تلك الثقافة، وإنما هو أمر هامشي. فيقول هنا يكمن الخطر، والكلام لنيكسون أنه على أقل تقدير 20 مليون شخص من شبابنا يعيشون في أزمة نفسية روحية، وهذا في مجتمع متطور ماديا ينذر بخطر كبير. الثقافة الإسلامية من ميزاتها أنها تشبع الجانب الحاجة المعنوية للإنسان، لأن المصدر الرباني لهذه الثقافة كما ذكرنا في ليلة أمس زود هذه الثقافة بالحقائق والمعارف اليقينية. ما احتياج الإنسان؟ إذا إنسان ذهب إلى مشفى وفحصه مجموعة من الأطباء المتخصصين ثم قالوا إن هذا الإنسان يجب أن يأكل هذه الأطعمة ويمتنع عن تلك الأطعمة، فدراستهم عادة تكون دراسة صائبة، لأنه مجموعة من الخبراء في مجال الطب شخصوا الحاجة الخاصة إلى أطعمة خاصة والامتناع عن أطعمة خاصة. المصدر الرباني في الثقافة الإسلامية، لأن الله عز وجل عالم بكل الأمور وهو خالق الإنسان ويعلم تفاصيل الإنسان وهو أقرب إليه من حبل الوريد، يعلم حاجة الإنسان المعنوية حتى أصغر حاجة، وعبر مجموعة من التشريعات سواء واجبات أو محرمات أو مستحبات أو مكروهات ملأ هذا الفراغ وهذا الجوع المعنوي إن صح التعبير.
هذا المعلم الخامس. المعلم السادس من معالم الثقافة الإسلامية، وأنا أحاول الاختصار في الكلام حتى نتمكن إلى الانتقال إلى نقاط أخرى. المعلم السادس أن هذه الثقافة اكتسبت قداسة لأنها ارتبطت بمنظومة دينية، وهذه القداسة بمعنى أنه فعل بعض هذه القيم يثاب عليه الإنسان وتركها يعاقب عليه الإنسان أو يعرض للمساءلة. القداسة التي الله عز وجل جعلها لمفردات هذه الثقافة هي محفز قوي للإنسان لأن تتأصل هذه الثقافة في نفسه ثم يمارسها بشكل سلوك عملي. هناك بعض الشعوب لها قيم، ولكن هذه القيم ليست لها دافع قوي بحيث أن الإنسان يفكر أنه إذا فعل هذه القيمة أو لم يفعلها فماذا يكسب، ماذا يحصل؟ لأن غالب الناس تفكيرهم تفكير تجاري، يفكر أنه ماذا يحصل وماذا يتضرر. حتى في جانب العبادات أيضا الناس قد يعبدون الله عز وجل طمعا في الجنة أو يعبدونه خوفا من النار، وغالب الناس هكذا، ولا بأس بذلك. طبعا الدرجة الكاملة الرفيعة أن الإنسان يعبد الله، يعبد الله عز وجل لأن الله أهل لأن يعبد، لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، ولكن إذا عبده خوفا وطمعا لا بأس بذلك. فالقيمة حينما تكتسب هذا الجانب من القداسة يكون حافز قوي للإنسان لأن لا يترك تلك القيمة وإنما يحولها إلى سلوك عملي في حياته. ولذا نرى أنه بعض المجتمعات غير المسلمة لعدم وجود هذا الجانب القداسي في قيمها كثير من الأحيان كثير من أفراد الشعب يحاولون إذا وجدوا فرصة أن يخالفوا تلك القيمة، وفي حين أنه بالنسبة للمسلمين وخاصة إذا كان الإسلام متمكن في نفوسهم، يعني يعون الإسلام لا أنه مجرد تقليد للآباء، ترى أن وعي الإسلام كفيل بأن يرتدع الإنسان من ارتكاب كثير من الأمور التي تعتبر ضد القيم وتسوقه إلى فعل القيم التي موجودة في الإسلام. طبعا هناك مشكلة في المسلمين وليست في الثقافة الإسلامية، هو أنه لا يوجد وعي ديني. عدم وجود الوعي الديني يسبب المخالفة، وهذا نتركه إلى موضوع آخر. هذا المعلم السادس. طبعا هناك ملاحظة جدا مهمة، وهي أنه القداسة إنما هي للقيم الدينية وليست لآراء المجتهدين إن صح التعبير أو آراء الناس. القيمة الإسلامية المجردة هذه يجب أن تكتسب قداسة، ونفس قداستها تسبب أن هذه القيمة يلتزم بها الإنسان أكثر. ولكن هناك قراءات، هناك اجتهادات، هناك آراء، هذه الآراء يجب أن لا تكتسب قداسة وإنما تبقى في إطارها، أنه أحد الشخصيات السابقين، أحد السلف الصالح مثلا كان رأيه كذا لا بأس، ولكن ليس معنى ذلك أن هذا الرأي يكتسب قداسة بحيث أنه لا يحق لأي إنسان أن يتأمل فيه أو يكتشف مواطن الخلل فيه. الثوابت الإسلامية مكتسبة قداسة بحيث أنه لا يمكن حتى الاجتهاد فيها الثوابت، وإذا واحد راد يجتهد فيها فإنما هو اجتهاد مقابل النص. ولكن إذا أحد العلماء، أحد مفكري المذاهب توصل إلى قناعة وتوصل إلى نتيجة، هذا ليس معناه أنه لا يحق للعلماء اللاحقين ولا يحق للمفكرين اللاحقين التفكر فيما وصل إليه وما استنتجه، هل ما استنتجه صحيح أو ليس بصحيح؟
هل ما وصل إليه صحيح أو ليس بصحيح؟ قد يكون خاطئ، والإنسان معرض للخطأ. لكن مع الأسف هذه جهة القداسة جعلت لكثير من الآراء الشخصية لبعض الأشخاص، سواء كانوا من العلماء أو من الخلفاء أو من الملوك مثلا، أو من شخصيات عسكرية أو أمثال ذلك. جعلت القداسة في التاريخ الإسلامي لهذه الآراء مع أنها غير مستندة إلى القرآن الكريم أو إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، أو لعله استنتاج خاطئ، ولكن حينما تجعل القداسة يصير هناك حاجز بين الأجيال القادمة وبين التخلص من ذلك الرأي الذي تبين أنه خاطئ لأنه اكتسب هالة من القدسية. والكل يعترف أن الإنسان غير المعصوم يحتمل في رأيه الخطأ ويحتمل الصحة، فلا ينبغي أن نعتبر تلك الآراء آراء مقدسة إلا القيم الثوابت الإسلامية. فهذه نقطة قوة، أن تكون الثوابت الإسلامية، ما قاله القرآن وما قاله الرسول صلى الله عليه وآله، يكون إلى قداسة، وهذا يثبت تلك الثقافة في النفوس. ولكن في نفس الوقت إعطاء هذه القداسة لآراء أشخاص يسبب واقع نحن نعانيه من تطرف، ولا يمكن التخلص من هذا التطرف إلا بإزالة هالة القداسة من آراء بعض المتقدمين. هذا المعلم السادس للثقافة الإسلامية، بأنها الثوابت المسلمة جعلت لها قداسة، ولم تجعل هذه القداسة لآراء أي كان من غير المعصومين. المعلم السابع من معالم الثقافة الإسلامية، أنها ثقافة مرتبطة بمنظومة متكاملة أخلاقية. الثقافة الإسلامية مرتبطة بمنظومة متكاملة من الأخلاقيات، وليس كبعض الثقافات والأديان الأخرى التي غير مرتبطة بثقافات. مثلا حينما تأتي إلى الثقافة اليهودية إن صح التعبير، نجد أن كتابهم المقدس يقول بأن اليهود هم شعب الله المختار، هذا في كتابهم المقدس، وسائر الناس إنما هم من العوام وخلقوا لأجل أن يخدموا هذا الشعب المختار. وفي نصوصهم أيضا الدينية موجود أن موسى عليه الصلاة والسلام، طبعا نحن نعتقد بأن هذا الكلام افتراء على موسى، ولكن هم يعتقدون بأن موسى حينما دخل إلى قرية من قرى فلسطين أمر بقتل أهلها وحرق بيوتهم وحتى قتل الحيوانات. فحينما يكون هذا موجود في الكتاب المقدس، زين، حينما نأتي ونرى الممارسات في فلسطين المحتلة، هذه الممارسات من قيمهم الدينية، لأنه افتراء نسبوا هذه الأمور إلى نبيهم، وحاشا لموسى عليه الصلاة والسلام وهو نبي مختار من قبل الله عز وجل ومن أنبياء أولي العزم أن يفعل هذه الأفعال. ولكن حينما أدخلت هذه ضمن النصوص الدينية وتحولت إلى ثقافة مستشرية في النفوس، عملا تطبق هذه الأمور حينما تحين لهم الفرصة. الإسلام حينما تلاحظ النصوص الدينية في القرآن الكريم، كلام الرسول والمعصومين عليهم الصلاة والسلام، وكذلك حينما تأتي إلى السيرة اللي هي الممارسة العملية، تجد الأخلاق السامية الإنسانية متمثلة في كل نص من النصوص وفي كل قضية من قضايا السيرة.
مثلا مثال في غزوات الرسول صلى الله عليه وآله مع الكفار والمشركين، تجد الجانب الأخلاقي الإنساني بارز جدا في ذلك الأمر. في أيضا الحروب التي اضطر لأن يخوضها أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، نجد هذا الجانب بوضوح، حتى أنه كان يسبب اعتراض بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله واعتراض بعض أصحاب الإمام عليه الصلاة والسلام بهذا السمو الأخلاقي حتى مع هؤلاء. هاي المنظومة المتكاملة الأخلاقية حينما تراجع إلى القرآن الكريم تجد تحفيز على مفردة مفردة من هذه القضايا. وفي الروايات هنا مشكلة نحن نعايشها، حينما نأتي ونبحث في الأخلاق إنما نبحث في الأخلاق النظرية فقط، لا نتكلم في الأخلاق العملية كسلوك وكممارسة، في حين أنه الأخلاق جزء القيم الإسلامية كممارسة وليس فقط كنظرية. ولذا نلاحظ أن المسلمين حينما كانوا يفتحون منطقة الناس كانوا يستقبلونهم برحابة صدر. في الفتوحات الإسلامية الأولى حينما المسلمون كانوا يأتون من الأشياء التي كانت تساعد في انتصار المسلمين، أنه نفس شعوب تلك البلدان كانت تستقبلهم لأنها رأت من المسلمين التعامل الأخلاقي حتى وهم في الحروب. حينما حدث حرب بين المسلمين وبين الفرس، من أسباب انكسار عسكر الفرس أنه نفس الجيش ونفس الشعب الفارسي كثير منهم استقبلوا المسلمين، لأنه الثقافة المجوسية كانت تميز بين الأمير وبين الوزير وبين عامة الناس ونظام طبقي. فحينما رأوا أن الإسلام يلغي نظام الطبقات وأنه أصغر فلاح يتساوى أمام القانون مع أكبر ملك، فلذا برحابة صدر تقبلوا الإسلام. ولكن حينما المسلمون تخلوا عن المنظومة الأخلاقية وفكروا، أو بعض المسلمين وفكروا في الغزوات مجرد فتوحات لاكتساب المغانم وليس لنشر الهداية بين الناس وتثقيف الناس وتعليمهم وتزكيتهم، حينما فكروا هذا التفكير نرى أن الشعوب التي غزتها الجيوش المسلمة رفضت، إذا اضطرت أن تخضع لسيطرة عسكرية أي وقت حان لها أن تفلت من السيطرة العسكرية كانت تحاول أن تحارب الجيوش المسلمة. لماذا؟ لأن الجيوش المسلمة في العصور المتأخرة تخلت عن القيم الإسلامية الأخلاقية. مثلا تعلمون أن الحكومة العثمانية، الدولة العثمانية كانت لها فتوحات وصلت إلى أسوار فيينا، وهذه المناطق بقيت خاضعة للسيطرة لسيطرة الحكومة العثمانية 400 سنة، وليس يوم ولا يومين ولا سنة ولا سنتين، 400 سنة، 4 قرون. هذا القسم من البلقان كان يخضع لسيطرة مباشرة من الحكومة العثمانية، زين. ولكن بعد 4 قرون حينما أخرج العثمانيون وأخرج المسلمون من تلك البلدان، نرى أن البلدان بقيت على نصرانيتها وعلى ثقافتها ولم يتغير منها ولم يسلم منها إلا القليل. لماذا؟ لأن نظرة العثمانيين إلى تلك البلدان كان نظرة فقط استيلائية، فقط فتوحات وغنائم، كانت خالية هذه الغزوات من البعد ومن المنظومة الأخلاقية، فلذا كانت الشعوب ترى نفسها مستغلة أبشع استغلال. حينما لم تتمكن من فعل شيء استسلمت للواقع، ولكن حينما تمكنت قاومت وأخرجت المسلمين ورجعت أو ظهرت نصرانيتها أكثر من ذي قبل. فالخلاصة
أنه من معالم الثقافة الإسلامية، إضافة إلى ما ذكرناه، أنها تسخر جميع السبل بشرط كونها مشروعة لنشر هذه الثقافة، ثم إنها تشبع الحاجات المعنوية والنفسية للإنسان، ثم الثوابت اكتسبت قداسة، وهذه القداسة عبر الثواب والعقاب وعبر كونها واجبة ومحرمة، بحيث أنه يضطر الإنسان لأن يؤدي ذلك الواجب ويترك ذلك المحرم، ثم إنها ثقافة مرتبطة بمنظومة متكاملة أخلاقية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأن نطبق هذه الثقافة على أنفسنا ونحاول أن نبشر بها للآخرين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا